اليوم راح نتكلم عن كيف أنفي الـ simple present، كيف أنفي المضارع البسيط. لو جاني الـ subject I, you, they, we أو أي اسم جمع زي مثلا students, stories, books، الأشياء الجمع استخدم معها don't. do not لما أجي أنفيها ليش استخدمت do؟ لأن do في الـ present. طيب فلما أجي أنفي المضارع البسيط أشوف الفاعل إيش نوعه، إذا كان من هذول الأشياء أستخدم بعده على طول، مثلا you don't, they don't, we don't، مثلا the students don't. طيب هنا الأمثلة لنفي المضارع البسيط، قلنا نستخدم don't مع الجمع وتجيني النفي على طول بعد السبجكت. they don't come here, I don't speak Arabic, you don't agree with me. طيب لو جاني السبجكت شي ولا هي ولا ات ولا اسم مفرد زي مثلا اسماء، علي، ستوري، بوك، اسماء مفردة، استخدم السبجكت وبعدها does not. ليش استخدمنا does؟ لان قلنا اذا جاني مفرد احطه في الفعل اس، فانا اجيب do اضيف لها اي اس، بعدها مثلا doesn't احط الفعل اللي بعدها في البيس في المصدر احذف منه الاس. ليش حذفت الاس؟ لانها جت مع does. الحين نشوف امثلة. طيب بالنسبة لنفي المضارع البسيط، إذا كان السبجكت هنا مفرد زي مثلا he does not والفعل هنا يكون بدون الاس مع أنه مفرد لكن الاس جت في does، تمام؟ نفس الجملة الثانية my friend doesn't arrive until 9. شوفوا arrive هو الفعل المفروض أضيف له اس بس ما أضفت الاس، ليش؟ لأن الاس جت في does. فلما أجي أنفي المضارع البسيط باستخدام does الفعل بعده يكون بدون اس في البيس في المصدر.